المصنع هذا من أقدم المصابن في مدينة نابلس، كمان بتطبخها زي ما استلمناها من أجداد أجدادنا ومن هذاك الوقت، وهي موجودة ومعروفة في جميع أنحاء العالم. This great big story is inspired by Genesis. Nablus is one of the oldest cities in Palestine and home to one of the first known soap productions in the world. اسمي أحمد درويش الفاخوري. أنا بلي لي 30 سنة في المصنع هون. إحنا تقريبا من ثلاث أجيال في الصابونة. Palestinian soap is distinctive for its simplicity. الصابون تتكون من ثلاث شغلات: الزيت، الصودا، المي. Creating this traditional soap takes around 30 days to make and 2 to 3 months to dry. نديرها على الأرض لا تبرد، بنقطعها، بعد ما نقطعها بنعملها أشكال الطنانير عشان تنشف، بعد ما تنشف بنلفها بنغلفها في الماركة تبعتنا، وبعدين بنبعتها للتجار عشان تنباع. The secret to the success of this national soap is in the olive oil. فلسطين مشهورة بالزيتون، يعني بيختلف كثافته عن الموجود في أسبانيا أو في اليونان أو في المغرب أو في سوريا. هون شجر الزيتون هو هاي الشجرة المباركة اللي ذكرت في كتب السماوية كلها وفي الشرائع السماوية كلياتها. The best way to know that the soap is working is to look for the bubbles. طول ما فيش بياض من الفلقة طالع، معناته الكمات الجسم عليه جراثيم وكماته متسخ. لما يعطيك البياض معناته نظف الجلد وصار نظيف. هاي هي الميزة الصابون البلدية. الصابون النابلسية ليست لها رائحة، بس بتشم ريحة اللي بتاعت جسد الطيبة منك وبس. A symbol of pride and cultural heritage, Ahmed hopes to carry on the sacred craft of soap making in Palestine. كمان احنا محافظين على هذا النهج اللي هو الصابون البلدية، انها هاي صناعة فلسطينية بحتة وانها تراثية وما حدا بينافسنا فيها.